سألنا الشباب وبنات كل قاعد يتابعوني مثل ما قاعد تشوفون اليوم عندنا Surface Anatomy of Proximal Upper Limb Muscles. بهذه المحاضرة راح نتعرف على المصل من خلال السكن، يعني مثلا يجيك مريض للعيادة انه انت تريد تشوف المصلز مالته، اكو مصل مثلا معينة بها مشكلة انه paralyzed ولا مثلا كله ماشي تمام، مثلا الرومبويدز هل هن بهم مشكلة، اكو قطع بينهم الى اخره، تريد تشوف هاي الامور كلها. فانت طبعا راح تلاحظ السيرفس اناتومي مال هذا الشخص، راح تشتغل عليه، طبق عليه معلوماتك بالسيرفس اناتومي، تشوف انه هاي مثلا العضلة مبينة ولا منبينة، تسوي لها بالبيشن الى اخره. فهذا راح يكون الشيء او محور حديثنا بهذه المحاضرة، راح يكون هو هذا. طبعا ما راح نتحدث عن الكلينيكال اكزامينيشن او الكلينيكال براكتس، يعني ما راح نتحدث عن هاي الامور، ولكن راح نتحدث عن الاشياء اللي نلاحظها على السيرفس، اوكي، على السيرفس مال الهيومن بودي اللي درسنا عنه، او العضلات اللي درسناها راح نشوفها على السيرفس بهذا الشخص بهذا المعنى. طبعا عندنا اول صوره حتكون هي هاي. طبعا هذا قصدنا بالسيرفس اناتومي، انه هذا الشخص يعني طلبنا من عنده بشكل لطيف ومؤدب وظريف انه يشلح، فشلح ملابسه وقعدنا احنا قاعد ندرس عليه واخذنا له صوره، هم قبل ناخذ له صوره وراح ندرس عليه. طبعا احنا راح نلاحظ بهاي الحاله العضلات اللي درسناها لحد الان. طبعا هذه العضله، خلي اشر يكون بال يعني هذه العضلة، طبعا هنا هذا الميدلاين تقريبا هو هذا بالنص تقريبا. طيب عندنا هذه طبعا راح تكون بهذه الطريقة، وهاي كل هاي راح تكون البكتيرالز ميجر، اوكي، مثل ما نعرف ان البكتيرالز ميجر راح تكون لها تو هيدز، هذا الهيد اللي هو متصل هذا ايش راح يكون شكله تقريبا، لانه هذا رفع ايده فقاعد ارسمها بهذه الطريقة، هذا راح يكون تقريبا الكلافيكولار هيد، طبعا هو يعني من البداية يعني هذا كله، اوكي، من هنا هو هذا الكلافيكولر هيد راح يكون بهذا الشكل، يعني سبب مهم عند رسمي الى مو دقيق، لانه اولا الماوس ما اقدر اتحكم فيه زين، ثانيا هو رفع ايده فراح شوي يصير تغييرات. فالمهم انه هذا الكلافيكولر هيد، والباقي راح يكون الاسترنوكوستال هيد بهذا المعنى، الاسترنوكوستال هيد راح يشكل يعني الجزء الاكبر مثل ما نعرف الى اخره. طبعا هذا اللي قاعد نشوفه هذا لهنا، طبعا احنا مو اول مره نشوف هذا الشكل، شايفيه قبل ولكن هو كان مكانه يعني بالسيرفس اناتومي. هذا الكلافيكال مثل ما قاعد نشوف، هذا ايضا صوره اوضح له، هذا هو الكلافيكال، خلي يكون البوينتر احسن، اوكي، هذا هو الكلافيكال. طبعا هذه الفوسة نسميها الانترا كلافيكولار فوسة، الانترا كلافيكولار فوسة يعني سهل من اشوفها اقول عليها الانترا كلافيكولار فوسة. من يرفع ايده راح تبين اكثر، ولكن حتى اذا خفض ايده فيعني هسه هو مسوي ابدكشن للارم مالته، حتى اذا سوى ابدكشن ورجع لوضع الطبيعي بالاناتوميكال بوزيشن ايضا راح نشوف اكو هنا فوسة. بس هذه الفوسة احنا يعني بشكل على السيرفس، على السيرفس على السبين سويها نسميها انفراكلافيكولار فوسة، هي اوفرلاينج اكلافي بكتورال فوسة او دلتا بكتورال تراينجل، اوكي، بهذا المعنى تراينجل، كلافي بكتورال تراينجل او دلتا دلتا بكتورال تراينجل، هذا تراينجل اللي يمر بي اللي يمر بالسيفاليك فين مثل ما نعرف، هاي الامور احنا نعرفها مسبقا. فمصطلح الانفرا كلافيكولار فوسا راح يكون من السيرفس، اما مصطلح الكلافي بكتورال تراينجل او الدوتو بكتورال تراينجل فراح يكون هذا التراينجل ما بين البكتورال مصل وما بين البكتورالز ميجر والدلتويد مصل بهذا المعنى. طيب هاي نقطة افهمناها، هذا مثل ما قلنا الكلافيكل، هذا هاي الترابيزيوس الديسندنج بارت مالتها، راح نشوف بعد شوية الاسندنج وباقي البارت كلهن راح نشوفهم بصورة اوضح من يعني من خلال البوستيريور اسبكت بوستيريور فيو. هذا كل هذا ني الديجيتس، اوكي، الديجيتس اوف ذا سيراتس انتيريور، هنا مبينه، ما اعرف مبينه عندكم ولا لا، ولكن انا هنا عندي مبينه واضحه، هذه الديجيتس، اوكي، هذه الديجيت راح يكون اتجاهها يعني مختلف، تكون مثل المنشار، هي اساسا سيراتس معناتها منشار، فراح يكون هنا بالضبط مكانها
أيضا راح يكون عندنا هذه هي الدلتويد مثل ما قاعد تشوفون، هذا الكلافيكولار هيد أو الانتيريور سوري الكلافيكولار بارت أو الانتيريور بارت، راح يكون طبعا هذا ما أعرف إذا مبين لكم ولا لا، ولكن هذا الميدل بارت أو الأكروميان، أوكي الأكروميال بارت بهذا المعنى. عندنا طبعا هذه البايسبس وهذه الترايسبس، هذه راح نتعرف عليها بعدين. هذا الاكسيلاري فوسا، هاي المنطقه اللي ينمو بها الشعر نسميها اكسيلاري فوسا. البكتيرالس ميجر نفسها تكون الانتيريور اكسيلاري فولد، الانتيريور اكسيلاري فولد، واللاتسمس دورسي طبعا هذه العضله راح تكون اللاتسمس دورسي، وايضا التيرز ميجر، يعني تيرز ميجر واللاتسمس دورسي شوي ما نقدر نفرق ما بيناتهم لانه صارت يعني صارت بطريقه معينه بحيث انه صعب شوي نفرق ما بيناتهم، ولكن هن راح يشكلن البوستيريور فولد اوف اكسيلاري او بوستيريور اكسيلاري فولد. الانتيريور والبوستيريور اكسيلاري فولد راح نتعرف عليهم بالبارت الجاي من الأبر لم. طبعا هذا البارت اللي أنا قاعد أشرح به الآن أو قاعد أشتغل به، بقالة محاضرتين عدا هاي، بقالة محاضرتين، محاضرة على clinical correlation ومحاضرة راح تكون مراجعة، مراجعة غنية دسمة مهمة جدا بهذا المعنى. هذا كان كل شيء عن هذه الصورة، فراجعة بسيطة لهذه الصورة شنو بالضبط. هذه trapezius descending part مالتها، هذه الديلتويد، هذا الكلافيكولار بارت، وهذا الاكروميال بارت اكروميال بارت، وعندنا هذه الكلافيكولار هيد اوف ذا بكتيرالس ميجر، وهذه الاسترن كوستال هيد اوف ذا بكتيرالس ميجر. عندنا هذه الانفرا كلافيكولار فوسا اللي هي اوفرلاينج ذا دلتو بكتيرال او كلافي بكتيرال تريانجل بهذا المعنى. هذه الانتيريور اكسيلاري فولد وهذه بوستيريور اكسيلاري فولد. الانتيريور مكونه من البكتيرالس ميجر، بينما البوستيريور مكون من تيرس ميجر ولاتسمس دورسي. هذه الاكسيلاري فوسا، وراح نتعرف طبعا على كل شيء يتعلق بالاكسيلا بالمحاضرات القادمه مثل ما قلت. عندنا طبعا هذه الصورة توضح السكابيولا، السكابيولا احنا تحدثنا مسبقا عنها ولكن لطيف انه يعني شمنا بالحديث الان. طبعا الاكروميان مثل ما نعرف انه هو يكون يعني يكون لاترالي الموست لاترال تقريبا، لاترالي مو الموست لاترال، وانما هو يكون بجهة اللاترال مثل ما هذا الاصبع هنا، اوكي هذا الاندكس ما تخلى هنا، فهذا هو الاكروميان راح يكون بهذه الجهة تقريبا هنا يعني. المعلومة اللطيفة انه الارم من نريد نقيسها بالكلينيكال، الارم حيقيسوها من الاكروميان الى اللاترال ابيكونداي اوف ذا هيومرس، فراح يقيسون يعتبروا هو هذا الطول الكامل للذراع اللي هو يعني العضد، اوكي الارم بهذا المعنى. طبعا هذا السكابيولا، السكابيولا مثل ما نعرف انه الجزء الوحيد اللي يكون او الجزء الوحيد posteriorly اللي يكون subcutaneous هو السباين او السكابيولار سباين او السباين اوف ذا سكابيولا. الباقي الاجزاء راح تكون تحت العضلات، ولكن ممكن نسويها بالبيشن، ممكن نسوي لها بالبيشن، ولكن السبكيوتينيوس يكون مباشره تحت الجلد مثل ما قاعد نشوف، لدرجه انه هو يقدر يعني يمسكه لهذا يعني لهذا المعنى، بهذا المعنى يقدر يمسكه. طبعا تحدثنا احنا مسبقا عنه، عرفنا انه هذا الروت اوف ذا اكسكابيولا راح يكون بال T3 بالثراسك فيرتبرا 3 مقابل يعني يكون بنفس المستوى مال السباينال بروسس مالتها بهذا المعنى. راح نتعرف على هذا الشيء اكيد مستقبلا بعد اكثر من ندرس السباين، ندرس السباينال كولم، ولكن احنا تحدثنا مسبقا عنه يعني ايضا اخذنا الفكره اللي نحتاجها حاليا. طيب هذا كان كل شيء عن السكابيولا بهذه الريجن. هذه طبعا تبين الدلتويد، اوكي الدلتويد مصل اكثر، طبعا هذا راح يكون البوستيريور مثل ما قاعد نشوف، هذا البوستيريور او السباينال بارت من عندها مثل ما قاعد نشوف، هذا البوستيريور اكسيلاري فولد، هذا يعني راح يبلش هو اساسا من هنا، ويعني راح يبلش من هنا والاكسيلاري فولد يكون مع اللاتسمس دورسي، يعني اللاتسمس دورسي والبكتيرالس ميجر والتيرز ميجر سوري، لاتسمس دورسي وتيرز ميجر.
هذه راح تكون هنا تيرز ميجر، راح نشوف صورة أوضح عن تيرز ميجر بعد شوية. هذه هي طبعا راح تكون اللاتسمس دورسي اللي تكون هذا مثل ما قاعد نشوفين كون هذا بالنص، هي هاي اللاتسمس دورسي. طبعا هذه بهذه المنطقة هاي هيجي وهيجي كلها راح تكون الترابيزيس. هذه كل اللي نحتاجه بهذه الصورة. عندنا طبعا هذه الصورة هي أحد أهم الصور، لأنه عندنا معلومة لطيفة بهذه الصورة. مثل ما قاعد نشوف احنا بعد صرنا نعرف يعني انه عندي هذه التيرز ميجر، مثل ما قاعد نشوف هذه العضلة اللي هي التيرز ميجر اللي تتصل تقريبا يعني بمنتصف يعني تتصل بالسكابيولا بالجزء الاخير من عنده، اوكي بالانفيريور بارت من عنده راح تتصل وترجع تعمل الانسرشن مالتها بالميديال ليب اوف ذا فيسيبيتال غروف. هذه طبعا ترابيزيس مثل ما قاعد نشوف شكلها واضح، اوكي كل هذا الترابيزيس، وطبعا هذا السباين اوف ذا سكابيولا راح يكون تقريبا هنا سباين اوف ذا سكابيولا. طبعا الرومبويدز، هنا معلومه لطيفه عن الرومبويدز. الرومبويدز من احد الاشياء اللي تسويها من تعمل كونتراكشن راح تجذب السكابيولا الى ميديالي، يعني راح تجذبه ميديالي. فاذا مثلا انا طلبت من هذا المريض انه طبعا يعني عرفنا احنا شلون نسوي تيست للرومبويدز، ولكن وقت ان نسوي تيست راح نلاحظ مثلا اذا انا عندي مشكله بالدورسال سكابيولر نيرف اللي هو يغذي الرومبويدز اللي يغذي الرومبويدز. إذا عندي مشكلة بي مثلا صار بي قطع أو إنه أي مشكلة تكون بحيث إنه الرومبويد صار لها باراليسز، يعني انشلت يعني ما تتحرك يعني ماكو كونتراكشن، فراح ألاحظ إنه هنا السكابيولا مثلا صارت المشكلة هنا بهذه الجهة، هاي الجهة سليمة، هنا راح ألاحظ إنه السكابيولا هنا يكون لاترال أكثر من هذا، وهذا راح يكون مجذوب للميديال. هذا هنا ما بي مشكلة فراح يكون مجذوب للميديال أكثر من هذا بسبب إنه هذا الرومبويد مالته ما متقلص، وأقدر أيضا أني أسوي لها بالبيشن من تحت الترابيزيس، يعني الترابيزيس هي راح تكون سوبريا أو راح تكون سوبرفيشال للرومبويد، فمن تحت الترابيزيس يلا أقدر أسوي لها بالبيشن بهذا المعنى. الآن المعلومة اللطيفة الظريفة أدنى اللي هي شيء اسمه triangle of auscultation. auscultation شو معناتها ككلمة؟ auscultation معناتها انه اني اخلي السماع اللي هي الستيثوسكوب واسمع النفس او النبض بهذا المعنى، هي هاي معنات الauscultation، فافحص النبض والنفس. هنا احنا نقدر نخلي الستيثوسكوب هنا بهذه المنطقة حتى نسمع، يعني راح تعطيني اوضح صوت ويعني أدق شيء أسمعه من posterior aspect of the body عن اللنج، عن الفانكشن مال اللنج. فمن أسمعه أني الصوت راح يوضح لي أشياء كثيرة، هذا طبعا بالإكزامينيشن. هذا التريانجل اللي هو triangle of auscultation راح يكون البوردر مالته أو الباوندريز مالته طبعا مثل ما قاعد نشوف هذا ميديالي راح يكون باللاترال بوردر اوف ترابيزيس، يعني ميديالي راح يحاط بالترابيزيس، وانفيريرلي راح يحاط باللاتسمس دورسي مثل ما قاعد نشوف. هذا انفيريرلي، هذه هي اللاتسمس دورسي هسه صايره لهنا صايره لفوق، يعني لانه متصله هي بالارم فمجذوبه لفوق بهذا المعنى. فهذا طبعا هذا البوردر راح يكون المحاط، يعني هذا البوردر مكون من اللاتسمس دورسي، هي اللاتسمس دورسي هنا والترابيزيس هنا، وهذه راح تكون جزء من عضلات موجودة هنا، أجزاء راح نشوفها بعد شوية يعني بصورة أوضح، يعني راح ننزع الجلد مالته وراح ننزع السبكيوتينيوس تيشو كله ونطلع بس العضلات مالته ونشوف أوضح شيء أوضح عن الترينجولر أوسكالتيشن. ولكن هنا هو مكانه، يعني نقدر نتنبأ أن الترابيزيس طبعا مو كل يعني البيشنتس راح يجونا انه عضلات هيك عضلات، حتى احنا نقدر نسوي لهم يعني كلينيكال اكزامينيشن او السيرفيس اناتوماتيك راح يكون بالنسبه لنا كلش واضح، لا مو كلهم هيك، فاحنا لازم يعني نكون مور سكيلد وهذا يعني نتعلمه بالمستقبل. هذا كان كل شيء عن هذه الصوره. ننتقل للصوره الاخيره اللي هي هاي.
طبعا هذا هو ال triangle of auscultation. هنا طبعا ما نبين ال boundaries مالته، ولكن احنا بالنسبة لنا يعني واضح ال boundaries. عندنا هذه الترابيزيس راح تكون هي الميديال، والانفيريور راح يكون هي، طبعا هو كان رافع شوية ايده، ذاك كان رافع ايده، فمتغير الامور لانه بهاي الحالة هذا السكابيولا مثل ما قاعد نشوف راح يصير له روتيشن upward rotation، فراح يتغير يعني منظورنا باللي قبلها راح يكون مختلف لأنه هذا مو بالanatomical position، فراح يكون منظورنا مختلف بهذه الحالة عن هذه الحالة. ولكن هو هذا، وتحدثت عنه عن triangular of auscultation، قلت انه trapezius و latissimus dorsi، وعندي هنا السكابيولا هو نفسه يكون احد الباوندريز مالته. هذا كان كل شيء بهذه المحاضرة، أتمنى تكون نالت إعجابكم، أتمنى أنه استفاديتوا منها. مهم جدا أنه من ندرس الأناتومي، أناتومي كلش مهم، الأناتومي كلش مهم، فمهم أيضا أنه ندرس كل شيء. يعني محاضرات السيرفس أناتومي صراحة أنني وقت ما درست بلبنان ما كنت أعير لها أي اهتمام، ولكن الآن صرت أعير لها كل الاهتمام، لأن هذا مثلا triangle of auscultation صراحة هو أكثر شيء لفت نظري، ومسألة الرومبويدز أن الرومبويدز هي اللي تجذب الاسكابيولا ميديالي، فأيضا هذه كانت معلومة مهمة راح تنفعني جدا بالكلينيكال examination. ومن أدرس كتب الكلينيكال examination راح تكون علي سلسة، بحيث أن أنا من أقرأ بسرعة بالكلينيكال، بكتب الكلينيكال examination، لأنه أنا كأناتومي تمام أحتاج فقط الأشياء الكلينيكال، أشياء البراكتس، بهذا الكلينيكال براكتس، بهذا المعنى راح تكون مسائل علي أسهل. أتمنى كل شيء كان واضح، وإذا أكو شيء ما واضح اكتبوا لي بالتعليقات، البوت مال التليجرام، تواصل على التليجرام، أجاوب على القناة حسب القناة الرئيسية ولا قناة المرحلة الأولى. طبعا بما يخص الأبرلم راح أجاوب القناة الرئيسية، لأنني ما أعتبر هذه مواد سنة ثانية، مواد سنة أولى أجاوب عنها بقناة المرحلة الأولى. الروابط كل اللي تحتاجوه موجود أسفل بالدسكريبشن، سواء كان روابط المحاضرات بي دي اف، ولا روابط القنوات، ولا روابط الفيديوهات المقترحة، ولا أي شيء أنتم تحتاجوه راح تلقوه موجود جوا. نلتقي إن شاء الله بفيديو آخر، ولكن أتمنى وقت ما نلتقي ألقاكم مسوين لايك، مسوين سبسكرايب، ومشاركين هذا المحتوى.